السلام عليكم. الضغوط الدولية والإقليمية في سبيل حسم المشاورات ومنع انهيارها الأخير باتت واضحة. البيان الرباعي المشترك للسعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا بشأن الوضع في اليمن كان إشارة واضحة رغم الغموض في مسألة الشرعية السياسية للبيان، إلا أنه أكد على ضرورة الحسم السياسي بناء على المرجعية الأساسية، وأكد على الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة الدولة. فمهلة الكويت للأطراف اليمنية لحسم المشاورات خلال 15 يوماً وضعت النقاط على الحروف بالنسبة للإطار الزمني الذي جاء متسقاً مع التزام المبعوث الأممي للرئاسة اليمنية بعمر المشاورات المزمنة هي الأخرى ب 15 يوماً. تلك المواقف التي تأتي في إطار الضغط في سبيل إنجاز حل في المشاورات من خلال الإطار الزمني الذي بات واضح التوقيت ولا يقبل التأجيل. بالمقابل أيضاً عادت الخيارات العسكرية إلى المشهد أكثر من أي وقت مضى، فالتطورات الميدانية في حرض وتعز والعديد من المربعات التي يخوض فيها الجيش والمقاومة معركة استعادة الدولة. فهل أصبحت بوصلة مشاورات الكويت بتوقيت محدد واتجاه واضح وحاسم نحو الحل أم إعلان الفشل؟ وما مدى استجابة تحالف الانقلاب لتلك الضغوطات الدولية والإقليمية خصوصاً في ظل التصريحات لناطق الميليشيا وتهديده لدول الجوار؟ وهل يعود خيار الحسم العسكري إلى المشهد على ضوء التطورات الميدانية في حرض وتعز؟ فقد تعب اليمنيون من تعثر المشاورات التي يرى البعض أنها أطالت أمد استنزاف الميليشيا لحقوق اليمنيين وصبرهم. حلقة المساء اليمني تتناول كل ذلك، فتابعونا بعد مشاهدة هذا التقرير. انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح للدولة والإفراج عن المعتقلين، ثلاث قضايا أساسية وافق وفد الحكومة الشرعية على العودة إلى الجولة الثانية من مفاوضات الكويت للخروج باتفاق يشمل حلا لها. القضايا التي استغرقت 70 يوما من المفاوضات في جولتها الأولى في الكويت وخرج المتفاوضون منها بالمواقف التي دخلوها، بل عودة إلى ما وراء نقطة الصفر، غير أن الميليشيا كسبت من خلالها أشهرا إضافية من السيطرة على عدد من المدن والتحكم بحياة ومصير ملايين السكان الذين تحرمهم من الخدمات وتزج ببعضهم في السجون وتطلق عليهم التهم أحيانا والنار أحيانا أخرى. سنظل اليد الضاربة من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلد. 15 يوما هي السقف الذي حدده وفد السلطة الشرعية للعودة للمفاوضات، حتى لا تصبح فكرة المفاوضات مخرجا سحريا للميليشيا أو أنبوبا تستمد منه الأكسجين وهي الغارقة في وحل مغامرتها التي لم تحسب لعواقبها الحساب الكافي. وهي المهلة ذاتها التي تحدث عنها نائب وزير الخارجية الكويتي وأشار إليها من قبله المبعوث الأممي الذي تحاط جهوده بدعم وتأييد دولي لا يترك فرصة دون التعبير عنها، كان آخرها بيان وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات فيما عرف بالبيان الرباعي الذي جدد الدعوة لحل سياسي دائم للأزمة بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن المحادثات وتحديدا قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تريد الميليشيا جولات مفاوضات لا نهاية لها تضمن من خلالها هدنة عسكرية تعيد تموضع قواتها على الأرض وتخرقها عند الحاجة وتكرس خلالها صورتها كسلطة أمر واقع يمكنها أن تستمر في موقعها لمدة أطول بالمخالفة لإرادة الشعب ومصالحه، بينما تريد السلطة الشرعية استثمار فرصة الرعاية الأممية للمشاورات للوصول إلى حل سياسي يخفف كلفة استعادة السلطة بالحرب التي ذاق الجميع مرارتها، لكن الانقلابيين يبدون الاستعداد الكامل لضخ المزيد من الدماء في ساقية الحرب ما دامت هذه الدماء تدفع فاتورة استمرار قدرتهم على التحكم بحياة اليمنيين ومصيرهم. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب المحلل السياسي عبد الله إسماعيل. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير، أهلا. إذا بيان رباعي وإعلان الكويت بعده بمدة زمنية محددة، هل نستطيع أستاذ عبد الله القول أن مشاورات الكويت بهذا الشكل نجحت أم فشلت؟ يعني أتذكر أنني أطللت من خلال قناتكم المؤخرة قبل أشهر وكانت وكنا نناقش فيها ما هي النجاحات التي أو فرص النجاحات لمشاورات الكويت، وتحدثنا منذ البداية
أنه الشيء الوحيد أو النجاح الوحيد الذي تحقق لهذه المشاورات هو أنها استمرت لمدة 72 يوما، ومن جهة أخرى أن الحوثيين وصالح استفادوا من هذه المشاورات من الناحية العسكرية، وأيضا في محاولة التغيير الديموغرافي للعاصمة صنعاء، واللعب في المؤسسة الاقتصاد العسكرية والإدارية في اليمن. وبالتالي أعتقد أن إذا تحدثنا عن نجاحات المشاورات نحن نتحدث فقط عن أن المبعوث الأممي حقق وجود المتحاورين والمتشاورين في مكان واحد، وهذا يبدو أنه بالنسبة له نجاح مهم، وتحولت بالنسبة له المشاورات إلى غاية وليست إلى وسيلة للوصول إلى غايات تهدف إلى إنهاء مأساة اليمنية. وبالطرف الآخر الحوثيون وصالح عندهم استعداد وتلهف أن يذهبوا إلى أي مكان، إلى أي مشاورات لا تحت سقف زمني. هم اليوم يعني يشتكون من موضوع الأسبوعين التي أصرت الحكومة الشرعية على أنها تكون هي السقف الزمني للمشاورات. لماذا برأيك يرفضونها كمدة زمنية؟ لأنهم يريدون أن تظل مفتوحة، ولديهم من الوسائل ومن التعليمات ومن التدريبات ومن الدعم اللوجستي من قبل إيران بشكل واضح إلى اللعب على مسارات التفاوض والدخول في التفاصيل لإطالة أمد المشاورات والمفاوضات للاستفادة منها في الوقت. وبالتالي هم عندهم استعداد أن تستمر هذه المشاورات سنة وسنتين وربما أكثر، لأنهم في الواقع يستفيدون منها عسكريا، هم يستفيدون منها أيضا في ممارسة أيضا سلطتهم وسطوتهم على البلد. ويعني عندما نتحدث عن شيء خطير، وهو أنه في فترة 72 يوما كان هنالك تقريبا تعيينات في المؤسسة العسكرية والإدارية في داخل الجمهورية اليمنية أو في داخل صنعاء بالعشرات تقريبا كل يوم، هنالك تغيير ديموغرافي في بنية العاصمة والذهاب إلى عمل كنتونات أو ضواحي كما هي موجودة في لبنان، ضاحية الجراف وغيرها. نحن نتحدث عن أنهم بالفعل يستفيدون من غياب أو من على الأقل الالتزام الجزئي الذي وصل ربما إلى أكثر من جزئي من قبل التحالف العربي بالهدنة، وأيضا التحركات الجيش الوطني والمقاومة. وبالتالي أعتقد أنه ما ذكرته في التقرير هو أوصف يعني أفضل توصيف لأنها بالفعل أنبوبة أكسجين تمد لهذه الميليشيات من خلال المشاورات وأمدها والسقف المفتوح الزمني المفتوح. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ عبد الله أن ينضم معنا أيضا السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة من نيويورك. مساء الخير أستاذ خالد. العزيزة أستاذ خالد، يعني بيان لندن الرباعي ما الذي يحمله كرسالة دولية وإقليمية بخصوص مشاورات الكويت؟ أشكركم جزيل الشكر على استضافتي، وبالإشارة إلى البيان الذي صدر يوم أمس عن مجموعة وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حقيقة هناك قراءتين. القراءة الأولية إذا ما نظرنا إلى الجوانب الإيجابية في هذا البيان، فهذا البيان يحدد بوضوح العودة إلى مرجعيات عملية التفاوض، حيث أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية تفاوضية ناجحة بدون الحديث عن مبادرة مجلس التعاون وعن مخرجات الحوار الوطني وعن قرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار 2216، باعتبار أن هذه المرجعيات هي الأرضية للتفاوض ولا يمكن الخروج عنها إذا أردنا حلا سلميا ينجز مهام محددة في عودة الشرعية وعودة الاستقرار والأمن والسلام إلى اليمن. لا يمكن لهذا الأمن والاستقرار أن يتحقق إلا بالإجهاز على مشروع الانقلاب، إنهاء الإجراءات أحادية الجانب التي أقدمت عليها قوات الانقلاب وعناصره من احتلال المدن اليمنية، من نهب الأسلحة والعتاد العسكري من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، من اعتقال المواطنين، من الاعتداء على المدن. ينبغي أن ينتهي هذا الكابوس أولا، وينبغي أن يقر المجتمع الدولي بأنه لا يمكن تحقيق سلام حقيقي مستدام في اليمن إلا على أساس القرار 2216، والقرار يطالب الانقلاب
بنهايه فوريه والخروج خروج هذا التابوت من حياتنا. نعم. الجانب الاخر الايجابي في هذا البيان انه يؤكد على هذه المرجعيات ويؤكد انه لا سبيل لتحقيق هذه المرجعيات الا بانسحاب الجماعه المسلحه. طبعا هو قراءه البيان قراءه سريعه لما يمكن ان ينجز في ما يسمى بخارطه الطريق. نعم. خارطة الطريق التي نتكلم عنها تقوم على أساس القرار 2216 وتقوم على أساس المرجعية الثابتة للأمم المتحدة، ولا يمكن للأمم المتحدة أن تحقق سلام مستدام في اليمن إلا عبر هذا الطريق. نعم. إذا أستاذ خالد، هل جاء البيان إذا منسجما مع المرجعية الأساسية برأيك؟ يعني هناك من يرى بأنه ربما ركز أو بعضهم ركزوا على نقطة ضمان تهديد اليمن لجيرانه، يعني أنهم يحاولون الابتعاد عن هذه النقطة، أن يظل أن تظل الحرب محصورة فقط في اليمن وأن لا تخرج إلى الجيران. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أنا لا أتفق، ولكن أنا أؤكد أنه لا يمكن لأي طرف في اليمن يريد أن يتعايش ضمن نظام إقليمي وضمن علاقات سوية في مجتمعه وبيئته أن يكون يشكل حالة تهديد للاستقرار الأمن الإقليمي. ومن هنا فالحكومة الشرعية بالتعاون مع الدول الجوار وتحديدا المملكة العربية السعودية نعمل على أن تكون أي منظومة سياسية قائمة في اليمن تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتعايش والعلاقة. هكذا كانت علاقاتنا التاريخية بجيراننا في الجوار المباشر، وكنا دائما مثال للتعايش والأخاء والتواصل. عندما جاء الانقلاب جاء على أساس فكرة الاعتداء على الآخر، وفكرة الاعتداء على الآخر جاءت عن طريق الدفاع عن مشروع إيران التوسعي في المنطقة. لهذا الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع الآن عندما يتبنوا فكرة الاعتداء على الدول الجوار يعتقدوا بأنهم سيحققوا مكاسب، لأنهم في يوم من الأيام سيتفاوضوا مع الدول الجوار. لن يكون بإمكان هذه الشرذمة من العصابات أن تتفاوض على مستقبل اليمن وتضع اليمن بكفة أمام مشاريع إيران التوسعية. بالمقابل لدينا الكثير من الخيارات لهزيمة هذا المشروع. نحن لم نستنفذ خياراتنا كما أشرت أنا في كثير من التعليقات الصحفية. نحن لازلنا في بداية عروض الخيارات المقدمة من الحكومة اليمنية لا زالت لم تستنفذ، ومن ضمنها الضغط على الانقلاب وقطع كافة موارده ودخول في حرب حقيقية لاستعادة نحن الآن على مشارف صنعاء، وبالغد ستكون إن شاء الله سيكون موعدنا مع أهلنا في صنعاء من أجل التحرير. نعم. إذن أستاذ خالد، يعني هناك من يجد أن البيان جاء متسقا أيضا مع رؤية الحكومة، خاصة في مسألة الانسحاب من المدن ثم تشكيل الحكومة، وربما هذا ما أزعج الوفد الانقلابي. ما رأيك؟ بدون شك نحن لا نستطيع أن نتكلم عن توسيع الحكومة ولا أتحدث عن تشكيل الحكومة. نحن نتحدث عن توسيع الحكومة الشرعية هي للرئيس عبد ربه منصور هادي، هو من يمتلكها وهو من يمارسها. فبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن توسيع الحكومة إلا إذا ما استنفذت الإجراءات، إلغاء الإجراءات أحادية الجانب، وهذه تترجم بالانسحابات من المدن، بتسليم الأسلحة، بإطلاق سراح المعتقلين، بوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا. حينها يمكننا الحديث عن توسيع الحكومة وعن الحديث عن شراكة وعن عودة الوئام وعن عودة إلى خارطة الطريق التي كنا نعمل وفقها لتحقيق الانتقال إلى دولة اتحادية ديمقراطية لكل اليمنيين. نعم. إذا أستاذ خالد، يعني فيما يتعلق بالموقف الانقلابي المتعنت، هل تعي الجهات الدولية والإقليمية مدى هذا التعنت يعني والمماطلة في الاستجابة للحل السياسي، يعني حيث أنها تتحدث وكأنها لا تعرف بمدى يعني عدم استجابة هؤلاء لكثير من المبادرات التي طرحت، فكيف ستستجيب لمثل هذا البيان؟ أنت تعرفي أختي العزيزة أن الطرف الانقلابي هو طرف غير مسؤول، هي عبارة عن عصابات جاءت سقطت على السلطة في لحظة من التوافقات السياسية التي مرت فيها اليمن. هذه العصابات عندما سقطت على السلطة لا تمتلك إدراك للقانون الدولي، لا تمتلك إدراك
لهذا المستوى من الغي والتبرع. نعم هذا ما نعرفه عنها أستاذ خالد، لكن هل وصلت هذه الصورة للمجتمع الدولي حقيقة؟ المجتمع الدولي عزيزتي، نحن دائما رسالة للمجتمع الدولي، وأنا كررتها في أكثر من مرة وفي خطابي إلى مجلس الأمن وفي مقابلتي الأخيرة، أننا ينبغي أن نصطف ونتماسك، لأن المجتمع الدولي إذا ما اصطف وتماسك خلف القرار 2116 سينكسر الانقلاب. الانقلاب سينكسر إذا كانت وحدة المجتمع الدولي متماسكة. أنت تعرف أن المجتمع الدولي عبارة عن ولاءات وخيارات ونظرات مختلفة، لكن في الشأن اليمني كان المجتمع الدولي وكان مجلس الأمن موحدا خلف اليمن وخلف قيادته الشرعية. إذا نظرت إلى كم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ العام 2011 حتى اليوم، ستجدي كم هائل من التأكيد على شرعية الرئيس هادي، وكم هائل على التأكيد على شرعية الدولة وعلى حقنا في استعادة الدولة. وليس هناك أي حق يمتلكه الطرف الانقلابي إلا أن ينصاع لإرادة المجتمع الدولي ويسلم الدولة المختطفة، وحينها سيكون. ونحن أيضا لسنا انتقاميين ولا ننظر إليهم كطرف مجرم ينبغي أن يعاقبوا في محاكم حرب. إننا نتحدث عن طرف شريك ارتكب جريمة وخرج عن الشرعية، نريده أن يلغي كل الخطوات أحادية الجانب ويعود للجلوس طرفا سياسيا كحزب سياسي وليس كميليشيا. نعم لا يمكن لليمن أن تعيد إنتاج نموذج حزب الله في اليمن، هذا مرفوض. شيئين لا يمكن القبول فيهما: الأول أن نقبل بأن تسيطر ميليشيا على شاكلة حزب الله على شؤون اليمن، ولا يمكننا أن نقبل بوجود دويلات داخل الدولة. نعم. عدا عن هذا اليمن كلها مفتوحة للنقاش. نحن سنبني دولة اتحادية عزيزة كريمة لكل اليمنيين، ولا يمكن لعصابة تدعي حق إلهي بأن تفرض علينا أجندتها. نعم أخيرا أستاذ خالد، هل نستطيع القول أن البيان ربما سيضع النقطة الفاصلة والأخيرة في مشاورات الكويت؟ أعتقد أن البيان إذا ما نظرنا إليه بشكل شمولي هو بيان إيجابي، من حيث أنه أعاد إرسال رسائل مباشرة للمبعوث الخاص وإلى الأمم المتحدة أننا نتحدث عن مرجعيات واضحة، نتحدث عن القرار 2216، نتحدث عن المبادرة الخليجية، ونتحدث عن مخرجات الحوار الوطني، نتحدث عن وقف إجراءات أحادية الجانب عندما يتحدث عن الانسحابات والخروج من المدن وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة الأسلحة. عدا عن ذلك لا يمكن أبدا أن يتحقق السلام في اليمن. نعم. ما عادنا فرصتنا في الكويت إن أراد الانقلاب المستقبل الآمن والسلم الأهلي في اليمن أن يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم، وأن يقبل بشروط السلام، الشروط السلام المستدام الذي نستطيع جميعا أن نعمل من أجله. أما عن غير ذلك فنحن نعيد إنتاج اتفاق السلم والشراكة، وهذا مرفوض. لا يمكنهم أبدا أن يستمروا في حياتنا كميليشيا. لا نقبل بميليشيا الحوثيين، لا نقبل بهم كحزب الله في اليمن، ونحن شعب أبي كريم سنبقى نقاتل حتى اللحظات الأخيرة من أجل استعادة حقنا في دولة كريمة اتحادية ديمقراطية كما اتفقنا في الحوار الوطني. نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ خالد اليمني، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة من نيويورك، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني يرى الأستاذ خالد أن البيان جاء إيجابيا بأكثر من نقطة، ربما أبرزها أنه يعود أو يحدد مرجعيات عملية التفاوض بالآليات، يعني المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار، وأيضا القرار 2216. والنقطة الأخرى أيضا هي الحديث عن ضرورة انسحاب الحوثيين أو الجماعات المسلحة من المدن وتسليم السلاح ثم الذهاب إلى حكومة مشتركة. كيف تنظر أنت إلى هذا البيان؟ يعني أنا أوافق الأستاذ خالد في أن البيان ليس بذلك يعني الرؤية إليه بأنه سلبي أمر يجب أن لا يكون. البيان يؤكد على كثير من الأمور التي أعتقد أنها صدمت أيضا بشكل كبير الانقلابيين. نحن راقبنا ردود فعلهم بعد البيان، وكانت ردود فعل متعصبة وعصبية بشكل كبير. البيان يتحدث عن مرجعيات الحالة اليمنية، البيان يؤكد على القرار الأممي 2216، البيان وإن لم يتحدث عن موضوع عن تسليم السلاح لكنه يتحدث عن الانسحاب. الانسحاب في تصوري
وفي المفهوم في داخل البيان لو قرأ البيان بشكل جيد هو مفهوم الانسحاب هو التسليم والإحلال، إحلال الحكومة الشرعية، وأيضا تسليم السلاح والذهاب إلى خارج المدن التي ستكون كما ذكر في إحدى التسريبات على أنها يعني قسمت إلى ألف وباء وجيم. الأمر الآخر، هنالك أمر مهم لابد أن نلفت إليه، أن هذا الاجتماع جرى خارج إطار الأمم المتحدة. يبدو أن هنالك بالفعل كانت هنالك نوايا للالتفاف على القرار الأممي 2216، وربما جهود لإصدار يعني قرار جديد أو قرار يمكن أن يعارض القرار الأممي 2216، فكان هذا الاجتماع مهما وأكد على هذه المرجعيات. أعتقد أن النظر إلى هذا البيان بشكل إيجابي هو شيء جيد. الأمر المهم أيضا الآخر، أننا أمام جماعة أعتقد أنهم لن يوافقوا على أي تسوية سياسية. نعم، عند هذه النقطة أستاذ عبد الله، نعم سنعود إليها في معرض حديثنا عن مدى تقبل الطرف الآخر لمثل هذا البيان، ولكن اسمح لنا ينضم أيضا معنا عبر الهاتف الدكتور معين عبد الملك، عضو فريق المشاورات الحكومي من الكويت. مساء الخير دكتور معين. مساء النور. دكتور معين، يعني بيان رباعي وأيضا سقف زمني محدد وتباحث في الكويت، هل يأتي كل ذلك في إطار الحل السياسي الذي ربما يراد فرضه أو الضغط يعني على الجميع من خلاله ليتم إنجازه؟ ما طرح ينسجم مع القواعد التي وضعها وفد الحكومة قبل بدء هذه المشاورات مع إسماعيل ولد الشيخ، وأعتقد تصريح وزير نائب وزير الخارجية الكويتي جاء في وقته، لأنه كان في حديث وتصعيد من قبل الناطق الرسمي باسم الطرف الانقلابي أو الحوثيين تحديدا، وللأسف الكويت هي محطة للسلام ومشاورات السلام. الخطاب من أول هذه الجولة خطاب تصعيدي، تهديدات جوفاء بالعنف و تهديدات تنسف هذه الجولة، وأيضا كان في إلماح إلى أنه قد تمدد، وهذا كان واضح أن الجولة هذه محددة ب15 يوما، واضح في بيان الالتزام قبل مغادرتنا للكويت في الجولة السابقة، وأيضا بالتوافقات مع المبعوث الخاص لن يسمح بالتسويف أكثر من ذلك. البيان أيضا رباعي من وزراء خارجية أهم 4 دول، يعني تعكس المجتمع الدولي والإقليمي أو توافقات حول الملف اليمني واضحة، وأعتقد تدعم ما يطرح الآن حول أولوية النقاش حول الانسحاب والتراتبية في القرار 216، تذكر المرجعيات بشكل واضح. فالآن ليس لدينا متسع من الوقت مقابل محاولات من الطرف الآخر، لحد الآن لم تجري أي مناقشات جدية حول المحور الخاص بالانسحاب وتسليم السلاح، ويعني للأسف قد تنقضي هذه الجولة بدون أي نصل إلى حلول حقيقية. نعم أستاذ الدكتور معين، عفوا، يعني في مشاورات الكويت هل تلاحظ يعني أو ما مدى استجابة الطرف الآخر خاصة بعد هذا البيان والحديث عن ضرورة الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وأيضا ثم التوجه إلى تشكيل حكومة وطنية، ما رأيك؟ الطرف الآخر أعتقد يعني دائما ما يقرأ المواقف الدولية بشكل خاطئ، وهذا حاصل في نهاية الجولة الماضية، والآن أعتقد هناك تحديد واضح في كلمة ولد الشيخ أنه ما سيطرح في هذه الجولة هو الانسحاب وتسليم السلاح، وفي إطار سقف زمني محدد ومحدد بمنطقة ما وبفتح ممرات إنسانية آمنة، ولن يناقش أي حلول لاحقة أو التحقيقات المتعلقة باستئناف المرحلة السياسية أو استئناف العملية الانتقال السياسي إلا في المرحلة القادمة. أصبح ذلك واضحا، بيان الرباعية يدعم توجهات ولد الشيخ، والإطار الذي يتحرك فيه منذ بداية هذه الجولة، لذلك الآن أصبح الطرف الانقلابي أمام استحقاق أمام المجتمع الدولي. نعم. وأصبح واضحا أنه يريد إحباط هذه الجولة. نعم. تحدث عن الانسحاب من بعض المدن، هل هي نفسها ما يعني طرحت سلفا المحددة بالمنطقة ألف وباء وجيم؟ لم ندخل في التفاصيل، لو بدأ النقاش في التفاصيل ستتضح، قد تطرح 4 أو 5 مدن، قد نطرح 10 مدن، قد يطرحون مدينتين أو 3، هذا إذا يعني ترك للمبعوث فرصة طرح مقترحاته، وللأسف نعلم منذ نهاية الجولة السابقة أنه لم يتح للمبعوث بسبب تعنت الطرف الانقلابي وضع أي مقترحات، وهذا أصبح يعني أصاب المجتمع الدولي بالضيق. هناك الكثير من السفراء، هناك دول راعية، دول 18 كانت تراقب،
وكل ما نخطو خطوة في نقاش تفاصيل الانسحاب وتسليم المدن كانوا يرفضوا الدخول في ذلك. فهذه الجولة هي محددة، ولذلك حددها إسماعيل ولد الشيخ بهذا المحور تحديدا حتى نستطيع حسم شيء ويحقق خطوة أولى نحو تطبيق القرار 216 وإحلال السلام في اليمن. نعم، لكن دكتور معين، يعني في حال انقضت المهلة الزمنية المحددة وبعد إصدار هذا البيان الرباعي من أهم أربع مدن يعني تختص بهذا الشأن كما تفضلت، ما هي يعني هل نستطيع أن نقول أن الحلول السياسية انتهت بإنهاء ملف مشاورات الكويت؟ لا نريد أن يقتل المسار السياسي. قد يتحرك ولد الشيخ في زيارات ولقاءات بالقوى السياسية ببعض العواصم والدول الفاعلة في الملف اليمني، يعني لا نريد أن نعطي إشارة أن كل شيء انتهى، لكن هذه أو محطة الكويت كانت من أهم المحطات التي يعول عليها الشعب اليمني الوصول لحل سياسي ينهي النزاع والكلفة الباهظة للدمار في اليمن. للأسف الطرف الآخر أضاع هذه، أو يعني يبدو أنه في الوقت الضيق المتبقي يريد أن ينهي هذه الجولة دون تقدم للأسف حتى الآن، وهناك ضغط كبير. لا أدري ما الذي سيطرح خلال هذا الأسبوع. إذا استمروا بهذه الطريقة فأعتقد أنه سيكون واضح لدى المجتمع الدولي من هو الطرف المؤرقل، يعني بالذات الطرف الانقلابي ومسؤوليته عن ذلك. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور معين عبد الملك عضو فريق المشاورات الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. أستاذ عبد الله، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الضغوط الدولية والإقليمية لحسم مشاورات الكويت. ضيفنا عبر سكايب من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا أستاذ عبد الله، يعني هل نستطيع القول أن هذا البيان الذي أصدر من أو البيان الرباعي الذي أصدر وأيضا المهلة الزمنية التي حددت من قبل الكويت، هل يأتي في وضع حد للمماطلة والتلاعب من قبل الميليشيا؟ يعني فيما يخص تحديد السقف الزمني، هذا هو كان مطلبا حكوميا، لأنه يعني يدرك الحكومة الشرعية تدرك الاستفادة الكبيرة التي يحققها الانقلابيون من المشاورات ومن إطالتها، وما لم يتحقق في خلال 72 يوما أعتقد أنه لن يتحقق خلال 15 يوما ولا حتى خلال يعني 72 يوما أخرى. وبالتالي كان من المهم أن يكون هنالك تحديد زمني لهذه المشاورات وعلى الأقل المرحلة الأخرى منها، حتى يكون المتحاورون أمام اختبار حقيقي، أمام جدية، أمام حسم حقيقي. هل هنالك رغبة يعني حقيقية للذهاب إلى على الأقل تحقيق الحد الأدنى من النجاحات؟ نحن لم نتجاوز المربع يعني الأول، لم نتجاوز يعني نقطة الصفر. عندما تحدث محمد عبد السلام عن العودة إلى يعني إلى النقطة الصفر، هو يكذب، هو يكذب أيضا، لأنه لم يتم يعني التجاوز هذه النقطة على الإطلاق. هل نتصور أن هذه الجماعة التي مندوبها في الكويت رفضوا حتى التوقيع على محاضر الاجتماع التي ليس فيها شيء، فما بالك بأن يحقق شيء آخر؟ وأعتقد أن الراعي لهذه المشاورات أدرك هذا الأمر وأدرك صعوبة تحقيق أي شيء خلال الفترة السابقة، وبالتالي أعتقد أنه كان من المهم أن يكون هنالك تحديد سقف زمني. استجاب المبعوث الأممي، استجابت الدول الراعية لتحديد السقف الزمني، وأعتقد أن هذا الأمر يعني أنا توقعاتي أن المشاورات حتى في المرحلة الثانية فشلت حتى قبل أن تبدأ. حتى اليوم لم يستطع المبعوث الأممي أن يجمع الفريقين في لقاء مباشر، مع أنه تم الإعلان عن هذا اللقاء منذ اليوم الأول الذي كانت فيها الجلسة الإجرائية التي كان فيها يعني ذلك التعصب الشديد وتلك العصبية التي والمواقف الحادة التي أعلنها يعني وفد الحوثي وصالح. أما من نواحي البيان، وأنا أعود وأقول مرة أخرى أنه مهما أعطى المجتمع الدولي لهذه الجماعة أو أعطى الوفد الحكومي من مرونة لهذه الجماعة، فهي ليست معنية بالذهاب إلى مناقشة أو التفاوض على مكاسب سياسية، هي تريد أن تتفاوض على تأكيد ما وصلت وما حققته بالقوة، وبالتالي مكاسبها العسكرية ومكاسب الهيمنة ومكاسب الانتشار
ومكاسب أن تكون هي القوة المهيمنة في القرار اليمني، هو هذا ما تريد أن تفاوض عليه، وليس المكاسب السياسية من نوع الشراكة وعودة الحياة الديمقراطية وعودة الحياة السياسية. هذا أمر ليس مطروحا على في بالهم على الإطلاق. هم يبحثون عن تفاوض على مكاسب تبقيهم على ما حققوه من إنجازات عسكرية وتوسعية، وليسوا معنيين أبدا بالتفاوض على مكتسبات سياسية، وهذا ما سيجعل من أي مشاورات معهم أو حتى تنازلات لن تعطيهم الحد الأقصى الذين يريدونه ولا حتى الحد الأدنى. نعم أستاذ عبد الله، ما الذي برأيك تحمله تصريحات الناطق للميليشيا الأخيرة والتي ظهرت متشنجة وربما أظهرت الموقف الحقيقي لهم من المشاورات؟ يعني دائما نحن ننسى أننا نتعامل، ويبدو أن كثير من المراقبين ينسون أننا نتعامل مع جماعة راديكالية متعصبة متطرفة لا تعنى بمواضيع السياسة. في يعني هذه الجماعة يعني أنشأتها القوة وولدت من القوة. التجربة الوحيدة السياسية الخادعة التي كانت لهذه الجماعة هي مشاركتها في اجتماعات الحوار الوطني، والتي تم اكتشاف أن حتى من قدم هذه الرؤى إما تم اغتياله أو تم يعني نفيه من هذه الجماعة. هم لا يستطيعون أن يتصرفوا بشكل سياسي على الإطلاق، وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات هي تدل على بنية هذه الجماعة. ليس لديهم أفكار سياسية، ليس لديهم أفكار تقول نحن أخطأنا ونستطيع أن نتحول من مربعنا العسكري إلى المربع السياسي ونقول أننا نتشارك مع اليمن ونتشارك مع اليمنيين. يعني ذكرنا أنه في اللحظة التي يتحاورون فيها داخل الغرف التي تجمعهم بإخوانهم اليمنيين في الطرف الآخر يمارسون كل أعمال التي يتم نقاشها. يعني نتحدث عن المختطفين ويستمر الاختطافات والتعذيب والإخفاء القسري. يعني لم يمر يوم من الأيام لم يحدث ذلك. يدعون أنهم أطلقوا أسرى وهم أطلقوا مجرمين، ومن أطلقوهم ممن تم الضغط عليهم يعني اعتقلوا أضعافهم. يمارسون كل يوم القتل والحصار، يحاولون أن يعيدوا لملمة صفوفهم وليبدأ الحرب من جديد. يعني ما نشهده الآن من يعني غليان في الجبهات هو نتيجة ل 72 يوما استطاعوا أن يستفيدوا بها من الغياب الجزئي للطيران التحالف وللتحركات العسكرية لنصل إلى مرحلة وكأننا عدنا إلى نقطة الصفر في الحرب العسكرية ضدهم. وبالتالي أعتقد أنه هذه التصريحات هي تؤسس وتبين أن هذه الجماعة ليست جاهزة ولا مستعدة للذهاب للسلام. هذه العبارة ذكرها يعني وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي وكانت صائبة جدا. هذه الجماعة ذهبوا إلى الكويت وليسوا جاهزين ولا مستعدين للسلام. هنالك عمل أكيد على الأرض لا بد أن يعني أن يتم لإيصالهم إلى نقطة الاستعداد والجاهزية، وأن يعني لا يعطيهم أي أمل إلا في خط الذهاب ولو بالرغم إلى تنفيذ القرار الأمم 22-16 وإلى النواحي أو اتجاه إلى السياسة والتنازل الحقيقي ويعني ودفع ما عليهم من استحقاقات ناحية المجتمع الدولي وناحية التقليم وناحية الداخل اليمني. نعم، إذن أستاذ عبد الله يعني برأيك هل هذه الضغوطات التي يعني جاءت من أكثر من طرف قد تكون رادعة للمماطلات التي تقوم بها الميليشيا وأن يتم وضع حلول حقيقية وجذرية في هذه الأيام القليلة؟ يعني التجربة أثبتت أن الضغوطات التي يمكن أن تمارس لا يمكن أن تمارس على عصابات ولا على جماعات ليست معنية بأن تعلن في لحظة ما قبولها بالحلول السلمية. يعني أنا أشبه دائما وأقول هل يعني نتصور في يوم من الأيام أن القاعدة أو داعش تعلن الاستسلام وتعلن الانتقال إلى مربعات سياسية وأن ترفع الراية البيضاء؟ هذا في تصوري أنه ينعكس تماما على جماعة الحوثي، وبالتالي أي ضغوط دولية لن تتم إلا على الدولة على الشرعية. ولهذا رأينا في بعض الأحيان شيء من المرونة في أداء الحكومة الشرعية، شيء من القبول بأن تستمر في مشاورات عبثية وصفرية، شيء من محاولات إثبات الحكومة الشرعية للعالم أننا متعاملين مع دعواتكم للسلام ولا نريد أن نواصل يعني الحرب
ويهمنا أن يتوقف نزيف الدم اليمني، لكن في المقابل هذه جماعة لا تأبه بالضغوطات الدولية، ولا تأبه أيضا بالضغوطات الإقليمية، ولا تعنيها حتى القرارات الدولية، ولا تعنيها العقوبات الدولية. هي جماعة لديها رؤيتها الخاصة للحياة وللآخر، هي تريد أن تهيمن وأن تبتلع هذه الدولة، وبالتالي أعتقد أنه من المهم بمكان أن يكون هنالك ضغوط تتجه إلى الراعي لهذه الجماعة. هنالك ضغوط لا بد أن تكون واضحة وشفافة على إيران، التي ما زالت حتى الأمس وهي تحاول أن تدعم الجماعة الحوثية، استأجرت يعني جزيرتين في القرن الإفريقي يعني، وحاولت، وأعتقد أن كثير من محاولاتها نجحت في إصال الأسلحة إلى الحوثيين. هنالك ضغط يجب أن يكون متجها ناحية هذه الدولة لتفكيك هذا التحالف، أو محاولة يعني على الأقل الوصول إلى ضغط حقيقي يمكن أن يمارس على هذه الجماعة. أعتقد أن اليمنيين ليس لديهم إلا طريق واحد للضغط على هذه الجماعة، وهو الخيار العسكري الضاغط في اتجاه إيصال هذه الجماعة عن الخيار إلى مربع لا تستطيع أن تتحرك. نعم أستاذ عبد الله، عند الحديث عن الخيار العسكري، هل تتوقع أنه هو ما يسود هذه اللحظة، خاصة يعني وهناك أخبار عن بعض الهجوم أو بعض يعني المناورات التي تحدث في كثير من المنافذ خاصة مثلا، أو المواقع المهمة مثل حرض وتعز أيضا؟ هنالك أمر مهم أنا أريد أن يعني أذكره بشكل سريع، أن أي حل سياسي في اليمن حتى لو تم فرضه من الخارج لا يحقق الاستقرار في الداخل اليمني، ويحقق حلا عادلا يعيد الدولة ويجعل المسيطرة على السلاح، ويحل الميليشيات المسلحة والانقلابيين، ويعيدهم إلى مربعاتهم السياسية، وتستمر فيه الحياة السياسية كما كانت، أو على الأقل تنطلق من حيث انتهت، فإن أي حل سياسي لن يحقق الاستقرار في الداخل اليمني، وهو بالتأكيد لن يحقق الاستقرار للمحيط الإقليمي. وأعتقد أن هذا أمر مفهوم ويفهمه الجميع بما فيه الدول المحيطة باليمن. إذا ما تحولت الدولة اليمنية إلى دولة شلة بفرض قرار سياسي أو بفرض حل سياسي لا يؤدي إلى حل المشكلة، فإن الأمر سيكون سيئا على المستوى الداخلي لليمن، وبالتأكيد على المستوى، ليس هنالك الآن دولة يمكن أن تحافظ على مشاكلها في الداخل، وأعتقد أن هذا يعني أمر مفهوم. الأمر الآخر ما نشاهده الآن هو تغلب الآن الصوت العالي، هو الصوت للمعركة، المعركة التي يبدو أن الحوثيين هم من أوصلوا اليمنيين وأوصلوا حتى الجيران إلى نقطة الكفر بأي يعني اتجاه سياسي من ناحيتهم، أو إيمان أو محاولة منهم إلى أن يذهبوا إلى المربع السياسي. نعم. وبالتالي أعتقد أن أصوات المعارك ستستمر. نعم. بالحديث عن أصوات المعارك أستاذ عبد الله، نذهب إلى الشأن العسكري. يحدثنا عبر الهاتف العميد سمير الحاج، ناطق رسمي باسم القوات المسلحة من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء النور أختي العزيزة. أهلا بك سيدة العميد، هناك أخبار متداولة عن تحرير المزيد من المواقع المهمة في حراز، ربما من بينها المنفذ القديم، أين تكمن هذه الأهمية سيدة العميد؟ شكرا لك أختي الكريمة ولقناتكم أيضا ولضيفك الكريم. الحقيقة اليوم بدأت معركة كبيرة استمرت أكثر من يعني 10 ساعات حتى الآن. تقدم فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اتجاه الجمرك القديم، وتم السيطرة عليه، وأيضا نحن الآن سيطرنا تماما حتى على الجمرك الجديد والذي يفصل بينهم في حدود 2.5 كيلومتر. طبعا الجيش الحمد لله بفضل الله تعالى، رغم كل الخروقات التي تجاوز آلاف الخروقات التي تمت من قبل الحوثيين ومحاولتهم التقدم في اي جبهه لكي يفرضوا اي امر ربما على جدول المفاوضات، لم يحدث شيء. تقدم الحمد لله في نهم، تقدم حتى في 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 تعز في الجبهات، لم يستطيعوا ان يتقدموا شيء رغم تكرار هجومهم سواء على اللو 35 على منطقه الضباب، او حتى على الجبهه الشرقيه وشارع الستين وبقيه المناطق المحيطه بتعز. سيستعدوا عن ذلك، او حتى في منطقه الشرق بصدد سيستعدوا عن ذلك بالقيام بقصف المدنيين كعادتهم. ما الذي يشكله سياده العميد يعني استعاده حرض بشكل كامل، خصوصا انها جبهه محوريه فيما يتعلق باقليم تهامه؟
طبعا منطقة حرب كما تعلمين ويعلم الإخوة المشاهدين، منطقة حرب منطقة استراتيجية وهي منطقة رئيسي بين اليمن والشقاء في المملكة العربية السعودية. منطقة حرب هي أقرب الخطوط للتقرب إلى منطقة صعدة، إلى منطقة إلى صنعاء أيضا، إلى الحديدة، إلى الساحل بشكل عام، والذي ربما كل الأضرار التي تأتي كانت تأتي من هذا الساحل. ومن ثم منطقة حرب يعني السيطرة عليها ويعني استكمال السيطرة عليها والاتجاه نحو الجنوب على الساحل وباتجاه الشمال باتجاه صنعاء وصعداء، طبعا سيكون له تأثير كبير جدا، وسيكون ربما يعني سهم التقرب السريع لهذه المناطق. نعم سيدة عميد، ما الذي يعني استمرار المعارك وبهذه الشراسة كما تفضلت، يعني 10 ساعات حتى يتم استعادة منفذ حرض، يعني ما الذي يعني ذلك بالتوازي مع وجود مشاورات سياسية في الكويت؟ ربما الآن أصبحت موضوع مشاورة الكويت هذا حديث، أصبحت يعني يشعر به المواطن العادي ناهيك عن الجيش والمقاومة الشعبية، لأنه أصبح غير ذو جدوى. يعني الآن نحن نتحدث عن مشاورات، ولكن تعرفي أننا منذ أن بدأنا التهدئة حتى اليوم نحن قرابة 33 ألف خرق خلال من 10 إبريل الماضي حتى الآن. لم يتوقف موقف آلة المعركة بالنسبة للحوثي وصالح والانقلابيين بشكل عام، هم فقط ربما يحاولوا قدر الامكان الاستفاده من الوقت، الاستفاده من للتجهيز والترتيب واعاده الانتشار في بعض المناطق، لكن المعركه الحقيقه لم تقف. ولكن برضو بالمقابل كان الجيش الوطني يعني عين يعني على المشاورات وعين ايضا على الزناد، ولمعرفتي السابقه والمؤكده بأن هؤلاء دائما هم مصدر خيانة لكل اتفاق ولكل ما يمكن أن تتم أنتهم من معاهدات وعهود. هذه أمور خبرناها، ومن ثم أصبح الجيش الوطني في كل مكان وتسلطه المقاومة الشعبية جاهز لأداء دوره، وإن شاء الله يعني ما لم يرحل هؤلاء سيكون له كلمته الفصل في هذه المسألة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، في حال تم عرقلة الحل السياسي في المشاورات، هل تتوقع أن يكون موقف المجتمع الإقليمي والدولي هذه المرة حازما وواضحا؟ يعني أنا دائما لا أراهن كثيرا على الموقف الدولي، لكن أراهن على الموقف الإقليمي والجوار أكيد بالتأكيد، وهم قد تدخلوا في مرحلة يعني حرجة ومهمة في اليمن، لكن الرهان الأكبر هو على اليمنيين، على من رفضوا هذا الانقلاب. هي معركتنا في الأول وليست معركة أحد آخر يعني، وبالتأكيد أنا أراهن على هذا الرفض الشعبي الذي أعتقد أنه لن يتوقف حتى تعود الدولة اليمنية. بالتأكيد إذا ما تم فشل هذه المشاورات هنالك عمل كبير سيكون مناط بالحكومة الشرعية، بالجيش الوطني، بالمقاومة الشعبية، أيضا بالتحالف العربي. أعتقد أن أيضا أن دائما المواقف الدولية هي مواقف ابتزاز، وهي مواقف ليست يعني لا يراهن عليها كثيرا، لم تساهم في حل أي مشكلة من المشاكل، ولهذا لابد أن تكون لدينا مرونة التعاطي مع هذه المواقف، وألا نكون يعني وألا نذهب إلى اليأس، لأنه في كل الأحوال ما تريده الشعوب هو الذي يعني سيتم. وبالتالي هي المعركة الأولى معركة اليمنيين، هي معركة أيضا ثانيا هي معركة الإقليم. لابد أن يكون هنالك أيضا عمل يعني دبلوماسي بالتأكيد وسياسي كبير على مستوى تفهيم العالم هذه القضية وإيصال يعني الصورة الحقيقية لما يحدث في اليمن. نحن لا نحارب يعني حزبا سياسيا ولا نحارب على السلطان، نحن نحارب جماعة مسلحة استخدمت الدين واستخدمت السلاح لإسقاط الدولة واختطاف الدولة، وما زالت تختطف وهي تسقط الدولة كل يوم وتحاول أن تنهب اليمن. وبالتالي أعتقد أنه سيكون هنالك عمل كبير في النواحي الدبلوماسية، لكن تبقى المعركة هي معركة اليمنيين، ويبقى الخطر على اليمنيين وعلى الإقليم بالتأكيد، هو الذي سيحرك المواقف الإقليمية بالتأكيد. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله إسماعيل، محلل سياسي، كنت معنا عبر سكايب
من القاهرة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.